مباراة الهلال الزعيم المتصدر الدوري هذه السنة أمام نظير الفيصلي في جولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضعف للمباراة ملعب كينغ فهد انترناسيونال ستاديوم. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في تمام الساعة 9 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 8 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة اس اس سبورت اتش دي 3 الناقل الحصري للمباراة بتعليق عيسى الحربي. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الخاصة تجربة الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.